عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر زيدان، وتحياتي لكل مشاهدي قناه التسجيل، وتحياتي لنجوم مصر الكابتن حلمي طولار الله يخليك يا سيد والكابتن ياسر. اهلا بيك يا كولي. اهلا بيك. طبعا عقب اطلاق مهند قاسم العراقي صافره انتهاء مباراه الاتحاد السكندري والترجي التونسي باياب دور ال 32 للبطوله العربيه والتاهل لدور ال 16، فرحة كبيرة سواء في الإسكندرية أو في ملعب رادس. يمكن جماهير الإسكندرية احتفلت بالأمس عقب إطلاق صافرة الحكم العراقي مهند القاسم انتهى اللقاء، احتفلوا في الشاطبي أمام نادي الاتحاد السكندري، وأيضا في بحري والحضرة وسيدي بشر ومحمد نجيب على الكورنيش بالتأهل للدور 16 للبطولة العربية. طبعا الكابتن محمد عمر كان سعيد جدا بالتأهل وقال أنا لعبت على نقط الضعف في الترجي التونسي، يقصد دفاع الترجي التونسي، وقال إن اللاعبين كانوا رجال بمعنى الكلمة ونفذوا التعليمات بدقة متناهية. طبعا الأستاذ محمد مسلحي عقب اللقاء أكد إن ما حققه فريق نادي الاتحاد السكندري يعتبر إنجاز تاريخي بالتغلب على حامل اللقب، وأثنى على أداء اللاعبين الرجولي وإصرارهم في التأهل لدور ال 16، وأعلن عن مكافأة لكل لاعب قدرها 20,000 جنيه، واحتفل بعيد ميلاد الكابتن محمد عمر ومحمد عبد الرازق بازوكا مدافع الفريق عقب اللقاء في فندق الإقامة، وأحضر لهما تورتة خصيصا لهذه المناسبة. طبعا كان في استياء من السفير المصري لتونس نبيل الحبشي بسبب أحداث حدفوا أزاي بتاع الجمهور جماهير نادي الترجي، وقال ان هو سيتقدم باحتجاج. طبعا اعتقد ان الاحتجاج ده يخص نادي الاتحاد السكندري وليس من شان السفير نبيل الحبشي، ممكن يكون يتكلم مع مسؤول الرابطه التونسيه او مسؤول الاتحاد العربي، لكن الاحتجاج الرسمي من حق نادي الاتحاد السكندري. طبعا جماهير نادي الاتحاد السكندري بتجهز الاحتفاليه بمناسبه التاهل لدور ال 16 عقب عوده الفريق. يمكن النهارده استاذ عبد الناصر البعثه هتعود على فوجين، الفوج الاول وصل النهارده الساعه 4 عصرا مطار القاهره، ويضم جزء، وكان معاهم الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وغدا سيصل الجزء الاخر. طبعا نظرا لما ما فيش تذاكر طيران في تونس اليوم، وان شاء الله سيعود نادي الاتحاد السكندري الى التدريب يوم السبت استعدادا لحرس الحدود في مسابقه الدوري العام، وجماهير الاتحاد السكندري ستحتفل بيهم اثناء التدريب. طبعا قبل ما انهي، طبعا دي اخبار نادي الاتحاد السكندري يا استاذ عبد الناصر. في اخبار في نادي سموحه، طبعا عقب التعادل مع بيراميدز حصلت مشاده وتشابك بين محمد حمدي زكي مهاجم الفريق والكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق. طبعا محمد حمدي زكي من اللاعبين الكبار داخل نادي سموحه، واعترض على وضعه على دكه البدلاء في عدد من المباريات، وطبعا الكابتن علي ماهر علفه ولومه وحصل مشاده ما بينهم، وطبعا لاعبي الفريق يمكن تدخلوا لانهاء هذه الازمه. يعني نعتبر استاذ عبد الناصر ان دكه بدلاء سموحه ستكون صداع في راس علي ماهر في الفترة القادمة. شكرا جزيلا استاذ ممدوح الكوالين، وبشكرك.